سامبا هو أحد الأطفال الأوائل المشاركين في تجربة لقاح جديد لداء التهاب السحايا الوبائي الإفريقي. أمه راحت أختها ضحية المرض. مر 7 أعوام واللقاح الذي ساعد في اختباره يوشك أن يدرج في برامج التحصين الروتينية في أفريقيا. جاء المدير الجديد لمشروع لقاح التهاب السحايا لزيارته. Vous savez, Samba, votre fils, c'est un héros de la méningite. C'est un des premiers enfants dans le monde qui a reçu le vaccin MenAfriVac. 7 years ago, we had absolutely no idea what would be the results. And now, only 7 years down the line, we have about more than 200 million people have received a vaccine across the entire meningitis belt. والدة سامبا فخورة بدور ابنها في تطوير منافريفاك. بفضل اللقاح سيصبح هؤلاء الأطفال آمنين مدى الحياة.